أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حماد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما تشهده العلاقات البحرينية الأردنية من تطور وتقدم على مختلف الصعد، والتي عززها اهتمام وحرص حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وأخوه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية حفظهم الله بتنمية علاقات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين والشعبين الشقيقين والدفع بها نحو أفق أرحب من العمل المشترك. وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تسعى دوما لمواصلة تعزيز التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في جميع المجالات بما يلبي التطلعات المشتركة ويعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع مساء أمس أخيه صاحب السمو الملكي الأمير هاشم بن الحسين المعظم كبير أمناء جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة مدير عام مجلس العائلة المالكة، حيث رحب سموه بزيارة الأمير هاشم إلى مملكة البحرين مشيدا بالعلاقات القوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وما شهدته مختلف قطاعات التعاون الثنائي من تميز بين البلدين الشقيقين. من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي الأمير هاشم بن الحسين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما لقيه من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة التي عكست عمق ما يربط البلدين من علاقات أخوية وطيدة، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مأدبة إفطار تكريما لصاحب السمو الملكي الأمير هاشم بن الحسين والوفد المرافق.